فالنتين. ايش؟ اتعشى انا واهلي في المطعم برا. كان تاكلوا بروست ده. احكي لها احكي لها توحشتها. والله هادي ام سلطان ضحى بس كان تاكل شاورما. كان قدرت ايش؟ لا عيني قاعد بحكم فيها كم صلخ باخذ لك حقك. يا نحبك يا سلطان نحبك لا تحكم. ضحى احكي له ما يحكمني. ضحى لا بتقول يحكم احكام صلخ. لا قالت سامحه والله. لا قالت يحكم احكام والله قالت سامحه. نعم الجوله هذه سامحه على خالد. الجوله هاي سامحه عشان ايش؟ خلص اهلي سلموا عليك بامي وابوي واخوي. اهلك بيسلموا علي؟ السنة الجاية السنة هاي بتاكلوا مع اهلك، السنة الجاية انتوا مش معكم. بعرض اختك، اسمعي. بالله عليك اهلك بيسلموا علي ولا لا؟ والله في المطعم. اعطيني احكي مع اخوك. وين؟ اعطيني احكي مع اخوك عشان. الو؟ مين؟ بس يطلع من الغرفة؟ بعتذر يا اخوان راح ادخل البث. شو يقول؟ اخوي ضامر اخوي. اعطينا شي معول. ولا كنت قال ولا كنت قال روق شوي. السلام عليكم. الحمد لله خليك فما انت تفهم عربي ولا لا؟ بفهم عربي. ليش ما بفهم عربي؟ خليك ما انت تفهم. قلت لها فما معناتها ايفون 12 برو فما ايفون 12 برو ماكس. والله انا بفهم عربي بس عليك ما بفهمش.